فقالوا هذا لك. فقال لهم يعني والله كذا يعني لا آخذ شيء ولا أزيد ولا أنقص، يعني يتعامل معهم بالعدل. قال اليهود قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا أي بالعدل قامت السماوات والأرض. هذا الذي يعني قد تتساهل فيه من أكل أموال الناس بالباطل، نسأل الله السلامة والعافية، تعذب عليه. ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. فإذا طلب منك إنسان أن توزع له مال على الفقراء المساكين ما تأخذ منه شيء لأنك وكيل، وإذا أردت شيء ترجع إليه وتقول لابد أن تعطيني شيء غير هذا المال. ثم أخواننا الزكاة أوساخ الناس، أوساخ الناس. لماذا؟ لأن هو يطهر المال، يطهر المال لابد يخرج شيء، فهذه أوساخ الناس. وما تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وما فتح عبد باب مسألة نسأل الله السلامة والعافية إلا فتح الله عليه باب فقر لا يغلق. إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ثم قال وفي الرقاب، اللام في أول الآية للتمليك، تملك الفقير والمسكين وعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، تمليك. أما الرقيق ما تعطيه شيء، تعطي السيد حتى يعتق العبد. وكذلك الغارم لا تعطيه، تعطي صاحب الدين. نعم. ثم قال وفي سبيل الله، قلنا في سبيل الله يشمل كل أبواب الخير، صح، بناء المساجد وتعبيد الطرق وإجراء العيون وحفر الآبار، صح. أعوذ بالله يا رجل، قلنا ما يصح هذا أصلا، لأن لو كان هذا الكلام صحيح لكانت الآية إنما الصدقات في سبيل الله فقراء ومساكين ومساجد وتعبيد الطرق وغيره. في سبيل الله الجهاد، ويشمل طلاب العلم، وعلى قول يشمل الحج في سبيل الله آخر شيء، وابن السبيل المنقطع عن السبيل. طيب، بعض الناس يقول يأتيني إنسان ويقول أنا غريب وكذا، إذا غلب على الظن أنه صادق تتحرى قدر المستطاع وتعطيه، فقير مسكين ابن سبيل كذا. والغارم قلنا إما غارم لنفسه أو لغيره. إذا شككت في إنسان وتخاف تعطيه وأنت تريد أن تعين هذا، فماذا تصنع؟ قال أن ابن السبيل يحتاج إلى السفر ويريد مال حتى يشتري تذكرة الرجوع إلى أهله، وليس لديه مال ومنقطع وشكى الحاجة، فماذا تصنع؟ تذهب وتشتري له تذكرة والحمد لله. جاءك إنسان وتشك فيه أنه يريد المال للمخدرات مثلا، فماذا تصنع؟ قال تعبان مريض واحتاج إلى طعام، أعطني مما أعطاك الله. ماذا تقول؟ تقول تعال اشتري لك طعام ولباس. قال لا، تعطيني مال لا تعطيه، هذا معروف أنه ما أراد إلا نسأل الله السلامة، مفهوم؟ دقة فقير على رجل غني من الأغنياء، دق عليه الباب، قال من؟ قال سائل. قال انصرف. قال سبحان الله، اسمي إبراهيم، لا ينصرف إلا إذا حلي باللام أو أضف. قال ابن مالك رحمه الله وجر بالفتحة ما لا ينصرف
ما لم يضف أو يكو بعد الردف. قال أنا إبراهيم ما يمكن لي أن أنصرف، لأن إبراهيم ممنوع من الصرف، لابد إذا حلي باللام أو أضف تحلي أنصرف إلا فأنا باقي. طيب بقي شيء؟ بقي نعم. كيف؟ نعم يحرم إعطاء الزكاة لمن؟ لغني قوي مكتسب. نعم. الثالث آل البيت بنو هاشم ومواليهم، هؤلاء هم أهل البيت أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، وكافر هذا لا يعطى من الزكاة، لكن غير هؤلاء يعطون من الصدقة. نعم. يبقى معنا من؟ من تجب عليه نفقتهم الوالدين والأولاد مثلا، وقلنا بعض الناس هدانا الله إياه ما يريد أن يخرج شيء للزوجة، يقول أعطي الزوجة وأعطي الأولاد وأعطي والدتي، فقراء يا أخي. قال والله فقراء، والدي اشترى سيارة بورش وعليه أقساط شهرية ولا يستطيع أن يدفع هذه الأقساط وكذا. طيب بقي شيء؟ نعم. يصح أن يقدم الزكاة عن وقتها إذا كان هناك عارض، كما مثلنا بمثال شهر فصل الشتاء الآن دخول الشتاء ويرى حاجة الأمة فيقدم الزكاة، هذا جائز. نعم يجوز تقديم الزكاة عن وقتها. يبقى معنا إشكال عند بعض الناس وهو زكاة الدين. زكاة الدين ما معنى هذا؟ الأخ سعيد جزاه الله خير اقترض مني 40 مليار يورو. الآن حال عليه الحول، حال عليها الحول، هل أدفع زكاة هذه 40 أم لا؟ الجواب فيه تفصيل. التفصيل وهو إذا كان هذا الذي أخذ من الدين مليء، يعني عنده مال وغير مماطل، مماطل تعرف بعض الناس لديه أموال تطلبه حق لك يقول إن شاء الله غدا أعطيه، تأتي غدا قال والله يا سبحان نسيت إن شاء الله تعالى بعد غد، مماطل. الثاني هذا، الأول مليء يعني لديه مال، والثاني مماطل، والثالث يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. في أناس لا يمكن إحضارهم إلى مجلس الحكم، يكون وزير، فأقول له أذهب إلى المحكمة وأرفع فيك قضية، قال اسمع ما شئت لا أحضر أصلا. فننظر الآن، الأخ سعيد مليء؟ نعم مليء. مماطل؟ الحمد لله غير مماطل. يمكن إحضار المجلس الحكم؟ نعم، مجرد ما تأتي الدعوة، حتى قبل أن تأتي الدعوة ممكن يحضر. فهذا يعتبر مالي عند هذا الأخ كأنه مال مدخر في خزنة، صحيح مليء وغير مماطل ويمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. الآن الدين هنا حي، دين حي، فها هنا لابد أن أخرج أنا الزكاة. كم؟ 40 مليار، أخرج مليار ولله الحمد. طيب دين على ميت، كيف ميت؟ دين ميت
فقير ليس لديه شيء أخذ مني ما، مماطل ونصف أصلا ما يجيب على الهاتف ولا على شيء، لا يمكن اتصال به دائما ولا يمكن إحضاره لمجلس الحكم، ليس لديه أوراق أولا ولديه معارف وكذا، فهذا دين على ميت، أخرج الزكاة لا أخرج الزكاة. طيب بعد 10 سنين تاب هذا المماطل وجاء إليه وقال تبت إلى الله، هذه 40 بعد كم؟ 10 سنين، ماذا أصنع؟ أزكي 10 سنين؟ لا، أزكي السنة الأخيرة فقط، مفهوم؟ طيب هذا ما يتعلق بزكاة، يسميها العلماء زكاة الدين، مفهوم؟ طيب عندنا مسألة ثانية أود التنبيه عليها، إذا كان لدي مال، هذا المال أعطيته لفلان من الناس وقلت أمانة عندك لا يصح أن يتصرف فيها بشيء، يأخذ المبلغ كما هو ولا يتصرف فيه بشيء، مجرد ما يخرج منه شيء وقال بعد يوم أرجع يعني هذا المبلغ، فقد ضمن المبلغ كامل. فالآن المال الذي يجعل بعض الناس في البنوك يقول هذه وديعة وأمانة، لا، في الشرع هذه ليست بوديعة، هذا قرض، لأن المال الذي تدخل في البنك ليس هو الذي تأخذ من حيث الأوراق يعني الأرقام. نعم، هذا معناه أن من يدخل المال في البنك على ما يفتي به العلماء هو قرض. نعم، طيب على اعتبار لا تقرب البنوك قدر المستطاع، حاول حتى لا تستظل بظل البنك قدر المستطاع، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب ننتقل الآن إلى كتاب الصيام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان. الصيام لغة الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما، في الشرع عبادة تتضمن الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، عبادة تتضمن الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إمساك ونية، هذا الصيام، إمساك ونية، الحمد لله. لو أمسك بلا نية صيامه باطل، نوى ولم يمسك عن الطعام والشراب ليس بصائم. طيب الصيام على ما تقدم فريضة ونافلة، صيام الفريضة أقسام 3، صيام رمضان والكفارات والنذور، رمضان والكفارات والنذور. صيام النافلة إما أن يكون صيام لأيام الأسبوع الاثنين والخميس، أو لأيام الشهر، أيام البيض 13 و14 و15، نعم، أو يكون للأشهر محرم و 11 و6 من شوال و أول شهر ذي الحجة، لدخول الأيام الأولى من شهر ذي الحجة 8 أيام لدخولها تحت الأعمال الصالحة، لم يثبت، نعم لم يثبت شيء في
صيام هذه الأيام، لكن تدخل تحت الأعمال الصالحة. من الأعمال الصالحة الصيام، صيام يوم عرفة، صيام عاشوراء مع التاسع والحادي عشر، وصيام يوم وفطر يوم، وكذلك ما يتعلق بصيام شعبان. طيب، هذا الصيام مستحب، وإن شئت فقل صيام واجب وصيام مستحب وصيام محرم. الصيام المحرم صيام يوم العيدين، وصيام يوم الشك، وصيام يوم الجمعة منفردا، وصيام كذلك يوم السبت، وصيام شهر رجب، وصيام أيام التشريق. هذا صيام محرم. إذن صيام واجب رمضان والكفارات والنذور، وصيام مستحب وصيام محرم، وصيام الدهر بقي معنا، أن يصوم الدهر ولا يفطر، من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. فرضية صيام شهر رمضان ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. متى يثبت دخول الشهر؟ برؤية الهلال أو إتمام شعبان 30 يوم. والمسألة هذه قد يعني تكلم فيها العلماء وارتاح، ويكون الصيام عندكم هنا مع صيام مكة والحمد لله. الإشكال أنه في بعض الدول قال والله هذا من أحسن ما يكون، لماذا لا تجعلوا أيضا الإمساك وكذلك الفطر مع أذان مكة؟ لأننا نصوم في بعض البلدان 20 ساعة، ومكة يصوم لله الحمد 10 ساعات، وهكذا. عجب. طيب، المهم، وهذا لماذا؟ لأن فيما نعلم ونحسبهم كذلك يعني العلماء في المملكة العربية السعودية أنهم يتحروا رؤية الهلال وكذا، وأن هذا ما يتعلق بالبلدان الغير مسلمة ليس فيها رؤية، وفي اختلاف بين الناس وكذا، وأنت تعرف بعض البلدان يعتمدوا الآن على التقاويم وغيرها. فنرتاح من هذه المسألة وأرجع إلى صيام مكة، وبهذا إن شاء الله تعالى يتحد الكل. طيب، يجب صيام شهر رمضان على من؟ على من؟ على المسلم أو قبل خرج بهذا الكافر. الكافر لا يخاطب بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة ولا بالشيء، يخاطب بالشهادتين، فإذا أسلم نتدرج معه، صحيح؟ نعم، الإسلام والعاقل خرج بهذا. المجنون، هل يجب الصيام على السكران؟ يا أخوان، من يقول لا؟ أنت أوقف، ما قلت؟ أوقف، من قال لا؟ ما تعرف؟ يا أخي ما تسمع؟ هل يجب الصيام على السكران؟ سبحان الله يا رجل، السكران مجنون؟ أسألك أنا السؤال واضح، هل السكران مجنون؟ لا، المجنون أحسن منه والله. طيب خلاص اترك هذا، هل يجب الصيام على السكران؟ يا أخي ما تستطيع أن تقول لا، اتق الله، لأنك لو قلت لا يجب الصيام على السكران، بعض الناس يشرب الخمر وقال الحمد لله افتاني فلان، ما أصوم، لا يجب الصيام على السكران. نقول له تصوم ولا تشرب الخمر، ماذا بك؟ اجلس. طيب، إسلام وعقل والبلوغ، هل يجب الصيام على الصغير؟ لا يجب، ولا أنا في الصغير مخاطبة من وجهين، نخاطب الصغير من وجهين، وجه أن نحث على الصيام،
وجد يحث الولي على الصيام ويعود وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. من العجب العجاب أن ترى الصغار يصوم. ولو أسأل أكثر من هو الآن معنا هنا عن أمه أو عن أخته خالتي أو عمتي أو جدتي، هل رأيت يوم من الأيام واحدة من هؤلاء تأكل في نهار رمضان مع أنها في الغالب أن يأتيها أيام في رمضان معذورة؟ هل رأيتها؟ قل ما رأيت قط. وتجد من يقول أنه مسلم في نهار رمضان يتعمد الأكل، لا شرب الدخان، نعم طيب إسلام وعقل وبلوغ، نعم القدرة على الصيام، خرج بهذا العاجز عن الصيام إما لمرض أو سفر أو كبر في السن، نعم يا أخي اصبر معي. المرأة الآن مسلمة وعاقلة وبالغة وغير مريضة، لكن جاء دم الحيض والنفاس، تصوم؟ لا تصوم. إذن لابد الخلو من الموانع، مفهوم؟ طيب وغيره؟ غير هذا، نعم هي ماذا بها؟ مقيم. طيب أنا أكون مقيم غير مسافر وصحيح، يعني قادر خرج بهذا العاجز، مقيم خرج بهذا المسافر. المسافر لا يجب عليه الصيام، لكن الأولى بالمسافر أن يصوم. لماذا؟ لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إدراك فضيلة الشهر، وفيه أن الصيام مع الناس سهل، نعم، وفيه أن هذا إبراء للذمة لأنه قد يؤخر ولا يصوم. الله يفتح عليك.